السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن رؤية بتفزع بعض البنات، اللي هي البنت العزباء اللي لسه ما اتجوزتش، وهي رؤية الولادة. يعني ايه بنت عزباء رأت الولادة؟ وكمان هتكلم عن الولادة للمرأة المتزوجة وهي في الحقيقة مش حامل. فالنهاردة الكلام هيكون عن الولادة للعزباء والمتزوجة. نبدأ بالمرأة المتزوجة. خلوا البنت العزباء للآخر علشان خاطر الرؤية دي مهمة جدا، فخلي المهم للآخر. رؤية الولادة للمرأة المتزوجة اللي هي غير حامل، لأنها لو حامل هنقول حامل، إنما متزوجة هي مش حامل. هذه الرؤية لو رأت أنها ولدت طفل ذكر، هذه الرؤية تبشرها بالحمل، إذن رؤية جميلة. وإن رأت أنها ولدت بنت، الرؤية أيضا جميلة، تدل على الرزق العام لها ولأسرتها، قدوم خير، هناك خير كبير جدا قادم لها ولأسرتها إن شاء الله. وكذلك لو رأت أنها ولدت ولادة سهلة، هذه الرؤية تدل على المال الحلال الذي سيأتيها بدون تعب وبدون مشقة. أما لو رأت المرأة المتزوجة أنها ولدت ولادة قيصرية، اللي هو المشهور النهاردة، طبعا الولادة القيصرية في المنام غير محمودة، ده على رأي بعض العلماء، لكن أنا أميل دائما للذي يبشر الولادة القيصرية. ويمكن ده الرأي الراجح على فكرة، بغض النظر إن أنا دايما بميل للرأي اللي بيبشر، لكن هو ده الرأي الصحيح. هي الولادة القيصرية عبارة عن إيه؟ إن هي بتتخلص من آلام وطلق الولادة، صحيح؟ بتخلص وبتتبنج وما بتحسش بحاجة. فهذه الرؤية تدل على تفريج الكرب، زوال الهموم والأحزان، لكن أنا لست مع من يقول أنها تدل على المشاكل. خلاص؟ دي كانت بعض الرؤى بالنسبة للمرأة الإيه؟ المتزوجة. ندخل بقى على البنت العزباء. بنت عزباء لم تتزوج، رأت قضية الولادة ورأت إن هي ولدت. حينما ترى البنت العزباء أنها تنجب بنتا، هذه الرؤية تدل على الأخبار السعيدة، وتدل أيضا هذه الرؤية على زواجها، وتدل على تفريج الكرب لو أنها مكروبة. عندها كرب، لا، إن شاء الله في زوال لهذا الكرب وزوال لمشاكلها إن شاء الله. ده بالنسبة لو إيه؟ شافت إن هي ولدت بنت. طب لو شافت إن هي ولدت ولد ذكر، للأسف الشديد يعني هي عكس البنت بالضبط، يعني عكس ولادة البنت. من الممكن إنها تكون بعض الأخبار الحزينة اللي هتسمح، لكن سرعان ما ستزول، وأحيانا تدل على مشاكل، ولكن مشاكل من نوع خاص، مشاكل عاطفية سوف تحدث لها، ومع شديد الأسف. تضرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.